اسمعوا هذه يعني الاعترافات وطبقوها بين مع اللي انا قلته لحضراتكم. محمود نظمي محمد السيد علاء عبد الله. اشتغل يا محمد. نعم؟ اشتغل ايه؟ عندنا ارض وكده وبشيرها يعني بيطلع لي مني فلوس فبصرف بيها يعني. تشرب ايه؟ بشرب حشيش. بس؟ وبن؟ حشيش وبن؟ ها؟ ايه تاني؟ عقاقير ايه؟ مفيش عقاقير. كان الاول تمر و بطلت التمر بقالك قد ايه؟ مفيش انا خدت يوم الحادثه. احكي لي ظروف الواقعه. تمام في 4 دقايق. حضرتك انا قلت للمدام اللي بيزق الاطفال وكده وانت نازل فكلمني. كلمني. كنت قلت للمدام لبسي الأطفال وكان كريم نسيبي كان جاي ياخد عجلة ضحية عشان يذبحها فأنا قلت إيه فقال لي طيب عدى عليا عشان العيال تتفرج على الجاموسة وكده فخدت الأطفال ورحنا عيدنا عليهم وبعدين خدت بصوا على العجلة وهي مذبوحة وكده وسلمنا على جدهم وبعدين طلعنا على العيد بتاعنا اللي هو عندي في شارع العمدة في حينا اتفسحوا شوية وجبت لهم مسدسات وبعدين خدتهم وطلعت على البحر ودخلتهم يتفسح شوية ووقفتهم مع أولاد إخواتي شوية وبعدين جبت لهم بلالين واحد بيقول لي في بالونتين أهو مش هتاخدها هتشتري منه قلت له هشتري قمت واخد البلالين وقمت أدت لهم وقمت واخدهم معايا وركبتهم العربية وطلعت على طريق الجمالية كده وبعدين طلعت على اسكندرية لغاية لما وصلت آخر الطريق اسكندرية فرسكور وبعدين دخلت فيها من على الطريق بتاع فرسكور طلعت اكتوبر حضرتك وقمت واخد أول يوتيرن جاي وقمت طالع في ربع اكتوبري وقمت واقف الكلام ده كان بعد المغرب فقمت شايل كان في عربية قدامنا وفي شباب واقفين بس ما كانوش واخدين بالهم من حاجة يعني فقمت شايل الريان وحدفه وقمت جايب محمد وحدفه وقمت نازل من على الكوبري وبعدين فتحت التليفون التعامل غير متاح فتحت التليفون وكلمت المدام وقلت لها العيال مش لاقيهم دور عليهم وكلم اخوتي وكلم الناس وكده اول ما وصلت البلد بقى قعدت ادور معاهم عليهم بحيث ان يبقى في كده المهم جت بقى عملت محضر في النيابه وبقالنا يومين متحررين فجيت النهارده يعني حسيت ان ايه المباحث هتعرف اللي انا اللي عاملها قمت واخد نفسي وماشي طلع على كفر صقر كان في واحد معرفه قديم كنت بقعد معاه طيب يعني فلسه جاي قعدت نمت شويه وقمت قايم ورايح له المحل اقعد معاه شويه قلت له انا ما عدتش قادر التفكير عمال يوديني ويجيب العيال وكده وانا اروح اعمل زي اروح البلد بقى عشان اقعد مع مراته وكده واطلع على البيت يعني قال لي خلاص ماشي اللي انت عايزه اعمل المهم قمت جاي على اساس ان انا اطلع البيت اللي عندي مدرسه اللغات اللي هي استحمى وكده واتطهر وكنت جايب الشفرات معايا بتاعت المواس انا حضرتك كل ما أرجوه الآن من أهالينا بقى في ميت سلسيل يعني نائب العام أحال القضية لمحكمة الجنايات الناس أهل محمود نظمي شوفوا له بقى محامين كويسين ونصبح أمام قضية جنائية موجودة في المحكمة والفصل فيها هنا للقاضي يمكن اكتفينا احنا اتكلمنا عنها كتير وقلنا اللي عندنا وكان مهم انه نختم الكلام ببيان النائب العام.